ناس كتير قوي بتتشائم من يوم الثلاث وبيعتبروا ان هيحصل فيه كوارث ومصايب، بس الحقيقه بقى ان عمرو دياب غير فكرتنا تماما عن الموضوع ده وغنى ليوم الثلاث. انت بقى يوم الثلاث بالنسبه لك ايه؟ تعالوا مع بعض نشوف الناس هتقول ايه. مش يوم الثلاث بالنسبه لك؟ يوم في الاسبوع. يوم كئيب. ارخم يوم في الاسبوع يوم الثلاث ده. بصي هو كله نحس، مفيش اي حاجه حلوه في الحياه. يوم الاثنين بيبقى جس الحلاقين، فانا بستنى يوم الثلاث بس عشان احلق مش اكتر. وبعد كل ده ادي دقني نضفت اللي هو جمعه او خميس ويك اند، ولا هو مثلا حد او اتنين اول اسبوع يوم في النص ملوش معالم. هو يعني في ناس كتير بتقول ان يوم التلات بالنسبه لهم رخم، بس يعني خلينا نواجه الحقيقه، يوم التلات كله رخم، يعني الاسبوع كله رخم يا جماعه. اليوم اللي كرشيت فيه على بنت. يوم التلات بالنسبه لي يوم في وسط الاسبوع كده، يحسسني الاسبوع لسه باقي عليه كتير. كل المسائل بتاعت الاسبوع بتيجي يوم التلات. مثلا نيجي نخرج ما بنخرجش، نيجي نعمل حاجه ما بتتعملش، في نص الاسبوع طالع كده لوحده يعني بيعدي يا دوبك. طب عدى يوم التلات، عدى بقى الاسبوع كله. تعرف تقول لنا حته من اغنيه عمرو دياب الجديده يوم تلات؟ يوم تلات تالي تلات بنات ندهوني ام خدود حمراء ومروح حلوه، مش عارف ما منين. ايوه طب هو عمرو دياب تلات بنات يبصوا له، انما انا مين هيبص لي تلات بنات منين يعني؟ ما ينفعش يعني. يوم التلات ندالي تلات بنات منين؟ بص والله انا ما سمعتهاش كلها يعني، بس انا من اول اغنيه اتقفلت فما فهمتش حاجه. يوم تلات تلات بنات. ايوه يوم التلات ندالي تلات بنات. ايه بقى ثواني افتكر، هو لازم يوم التلات؟ طيب هو ما بيقولش كلام اصلا، هو واحد بيكتب بوست بس بيديها لعمرو دياب بيغنيها وتطلع جامده. ما انا اقول لك تلات بنات بصوا لي، اروح الاقي المدام في البيت تبص لي بصه ثانيه. هو راجل قادر، الشعب كله بيبص له. هو مين اللي كاتب الاغنيه دي؟ مين؟ والله ما بهزر. ستموني؟ ما ينفعش يوم اي يوم. طب يوم خميس اي يوم. ابسطها لك؟ ابسطها لك. تلات تلات بنات يا ناس ندهوني على البساط. ايه؟ يوم التلات ندالي تلات بنات قاعده انبساط على البساط على البساط. يوم التلات تلات بنات ندهوني. يوم التلات تلات بنات عجبوني. ايوه يعني ايه على التلات تلات تلاتتوني وبسط بس يعني. الموضوع ما بقاش فيه عمق زي الاول. على البساط. لا انت كده احنا كده هنطلع على البساط يا ناس بساط بصول. عادوا عادوا البساط وغدوا وعزموني. كده صعبه انتوا كده، دي فزوره دي. كده صعبه بجد. يوم التلات ندالي تلات بنات على البساط قاعده في انبساط غدا وعزموني. يوم التلات تلات بنات بصولي ندوا عليا. ايوه وتلات تلات بصات صح ولا كان اربعه؟ فتفتوا الفتافيت وفتنوني. يوم تلات تلات بنات عزموني قاعده على البساط بساط مش عارف عجبوني نظرة وانبساط غدا وعزموني فتفتوا الفتافيت وفتنوني. ايوه ايه بقى مشكلتك في الاغنيه؟ لا لا يعني الاغنيه عمرو دياب خلاص بوخ يا جماعه، ما ينفعش اللي بيتقال كده. ده الاستاذ شواحه، عارف عليك شواحه؟ شواحه مين؟ شواحه بتاع اسكندريه بقى له كلام اعمق من كده.